فاطمة سومر، ويطلق عليها أيضا جان دارك جرجرة وعذراء الجبل. ولدت عام 1830 ميلادي في قرية ورجة، واسمها الحقيقي هو فاطمة سيد أحمد. تنتسب إلى فرع الشرفاء المنحدرين من الأدارسة، وترعرعت في عائلة معروفة ومحافظة، حيث كان والدها الشيخ محمد بن عيسى يدير الزاوية الرحمانية. لقد زهدت لالة فاطمة في متاع الدنيا، فأوقفت حياتها للتعبد في الخلوة، وهو الأمر الذي جعلها تفشل في الزواج مع أحد أقاربها الأشراف سنة 1846، وهو يحيى ناث إخلاف، إذ قبلت به على مضض، لكن عندما زفت إليه تظاهرت بالمرض، فأعادها إلى منزل والدها، ورفض أن يطلقها، فبقيت في عصمته طوال حياتها. تفقهت في علوم الدين وتولت شؤون الزاوية الرحمانية بورجة، وظهرت لديها في وقت مبكر ميول للانشغال بالأمور السياسية والاجتماعية، وبمرور الوقت تمكنت من فرض نفسها، فأصبحت كلمتها مسموعة لدى الناس الذين يكنون لها مشاعر الاحترام والتبجيل. تيتمت لالة فاطمة بعد وفاة والدها الذي كان سندها، فغادرت قريتها الأصلية لتستقر بقرية سومر، ومن تلك الفترة أصبحت تعرف باسم لالة فاطمة سومر، وذلك احتراما لنسبها الشريف. وفي سنة 1849 اتصل بها السي محمد الهاشمي، وهو أحد زعماء المقاومة، بعدما نجح في الفرار من السجن والانتقال إلى بلاد القبائل في الجزائر. واتفق السي الهاشمي مع فاطمة في تنظيم مقاومة مسلحة في القبائل العليا في جرجرة لإنقاذ المناطق الساحلية والسهلية التي دخلت إليها القوات الفرنسية منذ عام 1842. ومن دلعت ثورة المقاوم الشريف بوبغلة سنة 1850 ميلادي حتى سارعت لالة فاطمة إلى مساندتها. لقد وقعت المعركة الأولى سنة 1854، وذلك بقرية تيمسكيلة، وفيما واجهت فاطمة سومر القوات الفرنسية لأول مرة، وانتهت المعركة التي دامت معظم فصل الصيف. ولم تنجح القوات الفرنسية في إخضاع ضواحي سومر وعين الحمام، رغم احتلالها لبعض نواحي منطقة القبائل. وفي العام 1857 زحف الجيش الفرنسي على رأسهم الماريشال راندون إلى المنطقة من أجل اكتشافها، لكنهم وقعوا في كمين نصبه السكان بقيادة الباطلة لالة فاطمة، فكان النصر لرجالها. لم يهدأ بال راندون المعزز بدعم قوات الجنرال ماكمهون القادمة من قسنطينة، إذ خشي الماريشال من تحطم معنويات مقاتليه أمام هجمات فاطمة سومر، فجند جيشا قوامه 45,000 رجل بقيادته شخصيا، اتجه به صوب قرية آية تسورك، حيث تتمركز قوات فاطمة سومر المتكونة من جيش من المتطوعين قوامه 7,000 رجل وعدد من النساء. وعلى الرغم من المقاومة البطولية للمجاهدين، فإن الانهزام كان حتميا نظرا للفارق الكبير في العدد والعدة بين قوات الطرفين، الأمر الذي دفع سومر إلى طرح مسألة المفاوضات. إلا أن السلطات الاستعمارية كعادتها نقضت العهود، إذ غدرت بأعضاء الوفد المفاوض بمجرد خروجهم من المعسكر، حيث تم اعتقالهم جميعا. ثم أمر راندون بمحاصرة ملجأ لالة فاطمة سومر، وتم أسرها مع عدد من النساء في صيف عام 1857، ونقلت بعدها إلى زاوية الطاهر بن محي الدين ببني سليمان قرب طبلاط، وبقيت هناك رهن الاعتقال إلى غاية وفاتها في العام 1863 ميلادي، عن عمر يناهز 33 عاما، بفعل مرض عضال تسبب في شلالها، لتصبح واحدة من أهم أيقونات المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي.